بعد ما سوينا السلايد وخليناه لمدة دقيقتين حتى يحدث التكتل، نجي نشوف ونقرأ النتائج، نشوف وين صار التكتل ونقرأ النتائج. هسه نعوف القطرة الثالثة اللي حاطين بها NTD على حدة، ناخذ الأولى والثانية ونباوع بها. إذا شفنا إنه صاير تكتل بالنقطة بالقطرة الأولى اللي حطينا لها NTA، فإذا هو فصيلة دم A، لأنه أنت حطيتي لها Antibody A. ومنو عندنا من فصائل الدم اللي عندها أنتيجين A فقط؟ منو؟ فإذا هذه فصيلة A. إذا صار التكتل في القطرة الثانية فقط، معناها أنه هو فصيلة دم B، لأنه أنا حطيت عليها Antibody B وهو جاي يدور على الأنتيجين B. من اللي عنده أنتيجين B؟ هي فصيلة الدم B، فإذا هو B. إذا شفنا صار تكتل بالقطرتين، معناها أكو أنتيجين A وأكو أنتيجين B. من اللي عندنا B؟ أنتيجين A وأنتيجين B، هي فصيلة دم AB. لكن إذا القطرتين ما بها أي تكتل، فإذا هو هذه فصيلة الـ O. هذه بالنسبة للقطرة الأولى اللي حطينا بها أنتيجين A أو أنتيبادي A العفو، والقطرة الثانية اللي حطينا بها أنتيبادي B. لكن بالقطرة الثالثة اللي حطينا لها أنتيبادي D اللي يبحث عن السالب والموجب، نشوفها إذا صارت بها تكتل فمعناها هي الفصيلة موجبة، إذا ما بها تكتل معناها الفصيلة سالبة. فرضاً أنت هذا اللي طلع لك سلايدش، هذا اللي طلع لك، فشنو تقرين الفصيلة؟ فصيلة A بوزيتيف، واضح؟ فإذا القطرة الأولى والثانية تحدد لنا الفصائل بالنسبة لـ A B A B O، والقطرة الثالثة حتى نعرف إن هي موجبة أو سالبة. أتمنى أن يكون مختبرنا اليوم لطيف وجميل، واستودعكم الله، وإن شاء الله يا ربي أتمنى لكم كل الموفقين.